بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم. معكم كالعادة علي الجعيشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة اليوم، حلقة سنتعرف من خلالها على طريقة تحميل وتثبيت لعبة King of Dirt. فإذا كنت من محبي سباق الدراجات الهوائية فهذه اللعبة ستنال إعجابك بالتأكيد، خصوصا أنه بإمكانك تشغيلها على الأجهزة الضعيفة. إذا لنتابع بعد هذا الفاصل. إذن كل ما عليك القيام به هو تحميل اللعبة من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل التدوينة الخاصة بهذا الدرس، وطبعا رابط التدوينة أسفل الفيديو في الوصف إذا كنت على موقع يوتيوب. مباشرة بعد الانتقال إلى هذه الصفحة يكفي فقط أن تقوم بالضغط على داونلود. مباشرة بعد ذلك سوف يتم تحميل اللعبة على شكل ملف مضغوط. كل ما عليك القيام به هو فك الضغط عن هذا الملف، ثم ستستخرج مجلد على هذا الشكل. إذن تقوم بفتح المجلد ثم تقوم بالضغط على ملف السطب الخاص باللعبة، وسوف تفتح معك نافذة كمسؤول تختار وي. مباشرة بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة التثبيت الخاصة باللعبة. إذن الآن كل ما عليك القيام به هو الضغط على Next، ثم أيضا تقوم بإزالة العلامة من هذا الخيار وترك العلامة في الخيار الأول من أجل أن تقوم بإنشاء أيقونة على سطح المكتب، ثم تضغط على Next، ثم أيضا Install. وهكذا سوف تبدأ عملية تثبيت اللعبة على حاسوبك. بعد الانتهاء من التثبيت تقوم فقط بالضغط على فينيش، وهكذا تكون قد قمت بتثبيت اللعبة على حاسوبك. الآن سوف ننتقل إلى مرحلة تفعيل اللعبة. كل ما عليك القيام به هو الضغط على الزر الأيمن للفأرة على أيقونة اللعبة، ثم تقوم بالضغط على خيار Open File Location. بعد ذلك مباشرة سوف تجد ملفات الخاصة باللعبة. تقوم فقط بفتح المجلد الذي قمنا من خلاله بتثبيت اللعبة، ثم تقوم بفتح مجلد الكراك، ثم تقوم بنسخ هذه الملفات، تقوم بالضغط على كوبي، ثم تقوم بنسخها في مسار تثبيت اللعبة. بعد ذلك تقوم بموافقة على الاستبدال ثم يس. أيضا تقوم بالموافقة على الاستبدال، تقوم بالضغط على هذا الخيار يس هنا هذا الخيار، ثم تضغط على كوبي اند ريبلاسي وكونتينيو. وهكذا سوف يتم استبدال ملفات اللعبة وسوف يتم تفعيلها مباشرة. الآن من أجل تشغيل اللعبة تقوم فقط بالضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة على سطح المكتب، وهكذا سوف تشتغل معك اللعبة بدون مشاكل. إذن الآن دعونا نكتشف لقطات من هذه اللعبة. إذن أتمنى من صميم القلب أن تكون قد نالت إعجابكم هذه اللعبة وقد استمتعتم بها. كان معكم كالعادة علي الجعيشي. لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب، وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا زيارة مدونتي الرسمية للمزيد من الدروس والشروحات التقنية، مدونة مجهول معلوماتي anoninfoprof.com. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.